بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنتكلموا على واحدين اللي راحوا بالستينات أو السبعينات. الأغلبية توماتوا، الأغلبية ماتوا، ولكن باقي أولادهم لا يطول في عمرهم. نتكلموا على الحاج قدور الله يرحمه ويوسع عليه. الحاج قدور هو مجاهد كان يأذن في المسجد تاع السرين، وكانت حاجة صلى بنا تما، كان يصلي بينا. اللي عندها 14 زوج ماتوا له الله يرحمهم ويوسع عليهم. الحاج قدور حافظ كتاب الله. نزيدو نتكلموا على واحد اخر اللي هو فدائي كبير كذلك، ومن بعد نخفو عنده وقفة ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. هو ديدوش الطاهر، كانوا يعيطوا له الزواوي. هو اصلا من ماريو كذلك، قديم من هناك. السيدة ومازال راه حي، راه يطور في عمره وعايش في فرنسا، ولكن يجوي روح. وانا حوم في راس العين، وانا حوم في راس العين، راحتو مبقاه. كان عائلة أخرى اللي كنا مسمين عليها الحي هنايا يعني. لمن نادي كنا عيطوا الجهادي تاع عمي الغزالي مغوفة اللي كل شيء، كنا عيطهم منندق، لأن كانوا لمن نادي قاعد يسكنوا هنايا يعني. كان عبد القادر، كان أحمد، كان محمد، كان قدور الله يرزق له الشفاء، كان أبو طالب، كان باش ما ننسى حتى واحد نقولوا المنندق، كلهم كانوا يسكنوا هنا. الحيين الله يطول في عمرهم، واللي ماتوا الله يرحمهم، وفيهم شهداء الربعة ولا خمسة من بعد إن شاء الله نذكرهم. رسم عين خلات والصور تهدم، والغرس البال ما بقى في الأرض خضار. نزيدو كاين واحد آخر اللي حل فني كذلك من الستينات، وهما حواس. حواس اللي عنده عبد القادر ولده الشهيد، عنده محمد اللي كان عايش في فرنسا، ومعمر اللي مازال فرنسا وعندهم شيرة، ولكن هم راهم مرضى الله يرزق لهم الشفاء والشيرة الله والمرأة الله يطول في عمرها. زيد كان واحد اخر فني كذلك قديم، هذا حل من الستينات او قبل الستينات كاع، هو شنتوف. زيد واحد اخر كان علواش، عيط علواش. كان اسم واحد اخر اللي منه هو بخدة. بخدة هذا ماشي بخدة اللي فوق عمي بن يحيى الشهيد الله يرحمه اللي ولده الهواري الميليتير، لا، هذا بخدة واحد اخر. كان كذلك كبوط. كبوط هذا الناس، كبوط ولدها محمد ميت عندها العيد، كان جندار في قسنطينة ومات الله يرحمه، ومازال عنده واحد حسني راه في فرنسا. كبوط الناس راهي متناقشة عليه هو والزروالية، هل هو قديم أم الزروالية قديمة؟ لأن كبوط كذلك من الأوائل اللي سكنوا في راس العين، هو زي 1600 جكروا وستة وسبعين، مش متأكد مليح. واللي مات ولاده هذول الله يرحمهم وحسن الله يطول في عمره. ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا. نزيدو نهضرو على واحد اخر اللي هو الاخضر، الاخضر العكرمي. الاخضر العكرمي اللي عنده مع المرأة الاولى الله يرحمها، عنده محمد اللي كنا نعيطوا له لي فوالا، وعنده عابدو. والمرأة الزوجة كي مات الأولى والزوج عندها معها نور الدين والميلود. نرجعوا لي فوالا باش الجماعة يعرفوه. لي فوالا هذا في 65 66 67 وحتى السبعينات كان يبغي يسايد الزواوج بزاف. هو الحجر ما يعجبهش يروح يشري النبلي، كنا نشوف خمس نبليات بدورو فراك الحبة، هو يصيد الزواوج بالنبلي الله يحمه ويوسع عليه. من بعد نزيدو بالذكري، بالذكري معمر اللي عنده زوج شاشرة عبد القادر
والاخر ما راش في البلتاي تاع الفعليه في الحقيقه. كري هذا ولد عم بالذكر اللي نهضر عليه من بعد ان شاء الله. زيدوا نتكلموا على بن حميده ولادها الله يرحمه ويوسع عليه. بن حميده هذا بكري كان خانه من خانات راس العين لولده الجلالي والميلود والمهدي اللي مات كسيد الله يرحمه ويوسع عليه وقدوه كذلك مات له الله يرحمهم ويوسع عليهم. الجالي هذا كان يخدم بكري في السوناكوم في 18 والان راه فرنسا راه يروح ويجي يروح كي يروح يريح مع اللي راه تبعت الحيين الله يطول في اعمارهم والله يطيب بيناتهم واللي ماتوا الله يرحمهم. نزيدوا الواحد اخر هو بالذكري. بالذكري كذلك كان خانه من خانات راس العين لولده قدور سعيد والجلالي وكان واحد اخر معاهم ولد خالهم ولا ولد اختهم ولا من عندهم كنا حاسبين احنا هو اخوهم هو مامولي الله يطول في عمرهم. الجلالي هذا كان بكري يخدم في لا ميزون رانو اللي كانت في بولونجي بياز 18. اي انسان من بلاداس العين كانوا عنده يخصها بياسه يدبرها لها حتى لو كان يخصك بياسه تاع طياره موتير تاع طياره يدبرها لك. خرج روتاج والان مازال في لا بياز 18 بصح عندما يخدم 50. بالمناسبه تحياتي الى قدور الى سعيد الى ماموني والى جلالي. جلالي انا شوفوه راه معنا في الجروب ام قدور وسعيد والماموني في الحقيقه في الحال ما شفتهمش نبلغ لهم التحيه. العين ديك الصورة ما زال في عيني. نشكر صديقي غلامة محمد اللي يخدم في البيسية المعلومات الإضافية اللي عطاهاني. غلام اللي عندها ولدها محمد يخدم في البيسية ولو كملها وتاهل بيان سير عندها ولدها الهواري الطاهر عبد القادر الجلالي وعمار الله يطول في اعمارهم. ما ننسوش حدا كان قدور مزاري اللي عنده ولدها احمد وعبد القادر والهواري. نزيلوا شويه نلقوا سي محمد اللي كان حدا المغوفل الشيخ سوخال الله يرحمه والله يخليه ويوسع عليه اللي عنده ربع شيرات. زيد اخونا جفال علي عنده ثلاث شيرات. مازال في عيني غير البارح ذكريات. الحلقه القادمه نكملوا الاسماوات الباقيه ان شاء الله. وفي الحلقه القادمه كذلك عندنا وقفه خاصه على خانة من خانات راس العين وهي أمنا الزروالية. ما هو اسمها الحقيقي؟ أين كانت تسكن قبل راس العين؟ من هما أولادها؟ من هما أبناتها؟ تاريخ زيارتها. تعرفوا كل الشيء عن أمنا الزروالية الله يرحمها ويوسع عليها. ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات وصور تهدم والغرس البال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار جالس حتى بقيت وحدي نتكلم